بمحيط مطار رابح بيطات الدولي ينتشر الكثير من الشباب على حافة الطريق لبيع الحرشة والعسلوج. عمي فريد واحد منهم، بين الحقول المنتشرة بالمنطقة يعمل جاهدا على كسب قوت عياله. حرشة وكيل العسلوج تاني النحيوة، العسلوج من دك نلقاوه من دك ما نلقاوهش، وهم بريسة الجنانات ما يخليوناش ندخلوا، نقلعوها من صباحة العشية وهنا النحيوة حتى لابريميدي، نوضو ستة لابريميدي وهنا النحيوة، نجيوا هنايا نجيبوها بالطنوبيل كورسا، نوصلوا للطريق هنايا ونحطوا لها في السمش، هاك تشوف السمش زي ما السمش حارة تقتل. نقولوا ربي يعطينا ساعة البدان بركة وخلاص على الديرة. فرسكوا فيها تعب، فرسكوا فيها تعب، اكتشف العرق زي ما. وادي يعاوننا وادي صابوط هنا وسيسا. وهنا نرضي الناس واحد يسخف المدولة وهذه هي. الحرشة هي نبتة ربيعية يشتهيها سكان الشرق الجزائري. يخموا بالعرق بالحلال يعطيهم الصحة. ربي يعينهم. الحرس نعاونها من هم خير ولا لا خيم يروحوا يسرقوا ولا هكا هم بالحلال يخدموا مساكن يغيدوا ماري ديما الزوزير ما يخدموش اكون حيروحوا تشبثا بالحياه من جهه وسعيا للاسترزاق بالكسب الحلال من جهه اخرى. يبقى عمي فريد يكابد العوز والحاجه رغم كبر سنه مقدما بذلك دروسا للشباب البطل.